كده بتخض. بتخض، لكن هي سهله. انا بعلم، بقول لك بنات 10 او 11 سنه، ولما يتقنوا هجيبهم مره طيب معايا. انا مستني، بس قولي هخش في هنعمل ايه بعد كده السلسله دلوقتي؟ اه واقوم لفه وداخله وطالعه، هيبقوا فيه اتنين، هسحب كده خلاص. هعمل بس اتنين عشان اوريهم الخطوه اللي بعد كده هعمل ايه. بخش في السلسله، بخش في السلسله والف واسحب واخد الاتنين مع بعض، بادخل والف واخرج تاني، عندي اتنين بلف واسحبهم الاتنين مع بعض. اوكي خلاص هعتبر ان السطر ده خلص. اخره نعمل ايه؟ ننهيها ازاي؟ هنعمله كله كده. اوكي خلاص، ونوصل للاخر. ازاي يطلع للسطر اللي بعديه؟ هنطلع للسطر اللي بعديه ازاي؟ هنعتبر سيد ده او قبل اخر ما تقوليها السطر. بس هناخد تليفون. طب اتفضل. استاذه مها. ايوه اهلا وسهلا. استاذه مها اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيك يا استاذ شريف. اموري. الامر لله. انا كنت عايزه بس اسال على مكان اتعلم فيه الكروشيه عن طريق المدام اللي قاعده مع حضرتك. مع الدكتوره هناء؟ ما انت ممكن تروحي لها الدكتوره هناء اسهل. طب انا هحاول لك. سامعيني يا مها؟ ايوه. هحاول لك للكنترول روم، وجوه استاذه باسنت هترد عليكي تقول لك ممكن تتوصلي ازاي للدكتوره مها، الدكتوره هناء. ماشي اوكي شكرا. بشكرك شكرا ليك. اتفضلي يا دكتور. بعد فانا دلوقتي هنعمل بقى تاني سطر. هنعمل تاني سطر. احنا هنعمل دي اللي احنا اتفقنا ان هي سلسلة يعني سنجل كروشيه، انا هدور عليها في القاموس النهارده. هي كده غرزة واحدة. غرزة واحدة. لما هنعملها هناخدها لاخر السطر. ماشي. اوكي خلاص. هنعتبر ان السطر خلص، هلف كده. او بلاش، هاجي عند اخر السطر كده. اوكي اخر السطر هعمل ثلاث سلاسل. احنا قلنا كل الشغل هنا سلسلة وعمود. طب اطلع يعني هطلع ازاي؟ هوريك. بعدين كده. هوريك حضرتك. هعمل واحد اثنين ثلاثة. ثلاث سلاسل واقوم لفه. لفه ايه بقى؟ لفه الخيط كده. لفه الشغل كله. انا هوريها لك على الكبير ده لما نيجي. اوكي لفيته اهو، لفيته. ما هي دي كده ناحيه الشمال، انا جبتها كده ناحيه اليمين. لفيتها. طلعت بيها لفوق. طلعت بيها لفوق. اوكي إيه؟ اوكي ممكن نشوفها على الكبيره بقى؟ ايوه. اوكي بس ناخد تليفون الاول معانا من طب المغرب. اتفضل معانا استاذه خديجه من المغرب. الو. الو. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا بك يا استاذك. ازي كيف حالكم؟ احنا بخير طول ما احنا بخير طول ما انتم بخير. نعم احنا بخير طول ما انتم بخير. اهلا بيكي. شكرا جزيلا. والله انا اتابع قناه المحمر واتابع هذا البرنامج، واعجبتني ما صنعته تلك السيده بالغطاء الموجود عندها. وانا احب الكروشي ولكن مده طويله لم اصنع، واعجبني طريقه لفها، ويعني تسلم ايديها الله يعطيها الصحة. شكرا ليكي. شكرا لحضرتك. انا عايز حضرتك تبص للكاميرا دي. شكرا. طب ليكي اي سؤال او استفسار يا استاذة خديجة؟ لو لديها يعني نصائح، واريد ان ابدا بصنع يعني بعض الحاجات بالكروشيه مثل ملاية السرير او غيرها. او الخط قطع. حاضر او اوعدك. انت عندك جروب على الفيسبوك؟ عندي. اسمه ايه؟ في الايميل بتاعي. لا يعني جروب على الفيسبوك. ليكي جروب على الفيسبوك؟ ليا. اسمه ايه؟ يعني انا بيخش على الايميل بتاعي بيكتبوا فيسبوك. وبيطلع على طول. على لازم انت الجروب مش عامله له اسم؟ لا مش عامله له اسم. طب ما لازم يبقى ليه اسم. ما هو تبع الايميل. طب الايميل ايه؟ انا اديته لباسنت. باسنت؟ وعندي كمان ويب سايت اديتها لك. هنزل لك الايميل بتاع حضرتك على الشاشه دلوقتي. خلاص. نزل الايميل على الشاشه. اوكي نكمل بقى كده. احنا الحته الكبيره بقى انا عايزه اوري لك بقى. انت بتقول هنطلع ازاي؟ خلاص. هو الاول سطر عملنا السلسله. بعدين عملنا الغرزه اللي هي السنجل كروشيه دي، وبعدين هنعمل ده. هعمل ثلاث سلاسل. واحد يعني ده اخر السطر. ده اخر السطر. انت بتسال هنرجع ازاي نعمل اخر السطر. بيجي كده بعمل ثلاث سلاسل. واحد اثنين ثلاثه. اوكي ثلاثة. وبعدين بعمل بدخل في تاني عمود، عشان انا يعني هو في خطوة قبل دي لازم اقولها لهم. معلش قوليها لنا. هنا دقيقة واحدة. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي انا لما طلعت هنا مشيت سنجل كروشيه لغاية اخر العمود. علشان اللي يحب ينفذها يبقى عارف. انا دلوقتي مشيت لاخر السطر. هطلع ثلاث سلاسل. واحد اثنين ثلاثة. والف واعمل
اخش في اول سنجل كروشيه بعد دي واعمل عمود. العمود ده عشان اعمله ازاي؟ بلف بلف واخش في الغرزه اللي تحت دي، بلف واخش في الغرزه والف تاني، هيبقى عندي ثلاث فتل كده دلوقتي، ثلاث خيوط على الابره. بسحب بلف واسحب اثنين، والف واسحب الاثنين التانيين، بتفضل عندي غرزه. فبعمل واحده، ده اسمه عمود، ده العمود. كل الكروشيه عمود وسلسله، مش اكتر من كده. وسنجل كروشيه، ما هي زي العمود بس حته صغيره. وفي نص عمود وفي ثلاثه عمود، يعني مش ثلاثه عمود، عمود بثلاث لفات. في عمود بلفه، عمود بلفتين، عمود بثلاث لفات. واحنا معانا الايميل دلوقتي الخاص بالدكتوره هناء على الهواء. وممكن ينزلوا كمان الويب سايت بعد شويه. اوكي، فحضرتك هعمل عمود واعمل عمود ثاني، وبعدين اسيب اثنين غرزتين واخش في الغرزه الثالثه واعمل حاجه اسمها فراش، اسمها شيل، يعني شيل دي ودعه. ودعه، الودعه دي بتتكون من ايه؟ خمس عواميد في غرزه واحده. عشان تديكي شكل فستونه؟ عشان تديني بص الشكل ده. الشكل ده. دول عباره عن خمس عواميد في غرزه واحده. اوكي، هنعملها؟ هنعملها دلوقتي، اوكي؟ دي هنختم بيها؟ هنختم بيها. اوكي؟ يعني 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 الغرزه دي اللي موجوده قدامي عباره عن ثلاث عواميد و قلت ايه شيل يعني ايه؟ قوقعه. قوقعه. ثلاث عواميد وقوقعه. خلاص؟ اوكي. هوريهم ازاي يعملوا دي، هي عباره عن كده. ثلاث عواميد وقوقعه، ثلاث عواميد. ليه بقول دي سهله؟ لان ما فيهاش. هتدينا بقى كده. هتديك المنظر اللي انت شايفه، عباره عن ثلاث عواميد وقوقعه. اوكي. ثلاث عواميد وقوقعه. اوكي؟ اوكي. فانا دلوقتي عملت ثلاث، عشان اطلع السطر. عملت ثلاث عواميد. ناقص القوقعه. هوريها لهم ازاي يعمل. القوقعه دي عباره عن خمس عواميد في بعض، في نفس الغرزه، خمس عواميد، ممكن تبقى ثلاث عواميد حسب الانستراكشن اللي بيبقى بيتقال يعني. أوكي. انا لفيت. هخش في تاني واحدة وأعمل عمود، ده العمود. أخش تاني واحدة وأعمل عمود، بعدين ألف. القوقعة دي خمسة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، بخش في النص في نمرة تلاتة وبعمل خمسة. أوكي. خلاص انا هعمل دي بس. بس احنا عايزين حضرتك كل يوم. لا، هي انت لما لو حد اتكلم وعارف، عارف ان دي حاجات سهله، بس انتوا اللي مش عارف في الاول اي حاجه بيبقى مستصعبها. انا اتخضيت. لا معلش، الرجاله بتعمل الشغل ده حلو قوي. هجيب لك مجلات فيها كده. انا عارف ده. مش انت عارف كده؟ الرجاله بتعمله حلو قوي كده. خلصنا القوقعة؟ اهي خمسه. خلاص، بسيب عشان هم خمسه، انا عملت في رقم ثلاثه، بسيب الاثنين اللي بعدها واعمل في العمود في الثلاث عواميد، كل عمود فوق عمود، كل عمود فوقه عمود. اوكي. هي سهله قوي، يعني قوقعه وثلاث عواميد. اوكي. بخش تاني واعمل القوقعه دي. طيب، خلينا ناخد اخر تليفون. اتفضل. معانا استاذه فلورا. الو. ازيك يا شريف؟ ازيك حضرتك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. اهلا بيك انت، واحنا مبسوطين منك قوي، مش عارفه اقول لك ايه. تسلمي لي، اشكرك على ذوق حضرتك. تعيش يا شريف. انا عايزه اكلم المدام دكتوره اللي فضل. بتقول بتقول انا مش عارفه اسمها ايه بالعربي. الغرزه اللي عملتها اسمها ايه بقى؟ اسمها ممكن اكلمها هي؟ ايوه اتفضلي. حضرتك بصي، اسمها سقطه بدون لفه. أيوة. شفتي صعبة على وبعدين وبعدين لما في سقطة بتلف بيها لفة اسمها سقطة بلفة اللي قبل العمود اللي أصغر من العمود. لما بتاخد السقطة دي وتلف لفة عليها وتاخدهم مرة واحدة اسمها سقطة بلفة. يعني واحدة سقطة بدون لفة وواحدة سقطة بلفة. هي لسه ما وردتكمش السقطة باللفة، هي طلعت من السقطة على العمود على طول.
ده كده القوقعة أسهل حضرتك. نعم القوقعة لا هي بتشرح هي بتشرح السنجل كروشيه السنجل السنجل ايوه ايوه. طب حضرتك يا طب اسالها هي فاهمه الشغل ده ولا ايه؟ حضرتك فاهمه طبعا في الشغل اللي الدكتوره بتعمله 100%. انا ممتازه في الاستاذه في الكروشيه. حضرتك يعني ماشيه معايا في الكلام اللي بقوله؟ ايوه ماشيه. بس انا عايزه اقول لحضرتك اني قبل العمود في سقطه بلفه. ايوه من عارفه ما حضرتك في عمود وفي نص عمود وفي كده. انا اللي بستخدم اللي النص عمود دي بنسميها سقطه بلفه. ايوه اوكي انا ما عنديش السنجل كروشيه اسمها سقطه. كويس انا اشكرك. والله بشكرك ان انت وضحت لنا. شكرا ليكي. اشكرك يا استاذه فلورا. كده عرفتيهم بالعربي؟ انا عرفتها. غرزه اسمها غرزه سقطه بلفه وغرزه سقطه بدون لفه. بدون لفه بس كتير الكلام ده. سنجل كروشيه اسهل كتير عشان كده. طب احنا عايزين نوري بقى الناس حاجات من اللي حضرتك عاملاها بسرعه. طيب اوكي عايزين نوريهم البانشو او الحاجه دي. انا عجباني قوي بصراحه. اصلها اللي هي نص دايره ده عباره عن بانشو. بانشو ده يتحط على الكتاف بقى. يتحط على الكتاف وممكن يترمي على الكنبه كده وممكن يتحط ديكور وممكن يتحط على كل حاجه.